هذا يقول إذا أردت أن أعتمر عن والدي، أولا والدك هو حي ولا ميت؟ إن كان ميت فلا بأس تعتمر عنه، تعتمر عنه. وصفة العمرة عن الغير مثل صفة العمرة عن نفسك، تحرم بنية أن هذه العمرة عن فلان، بالنية، بالنية عند الإحرام تنويها عن فلان اللي تريد. وأما التلفظ فليس بلازم، إن لبيت وقلت لبيك عن فلان لا بأس، وإلا تكفي النية في القلب.